أشهد أن لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بارك الله لكم في جمعتكم أيها المسلمون الكرام إن أول ما قام به رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد كما أنه قام بإنشاء مظلة في نهاية المسجد تعمل بمثابة مركز للتدريب والتعليم للصحابة الكرام رضي الله عنهم وبهذا فقد جمع رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي أرسل كمعلم بين العلم والعبادة في المسجد النبوي كيف لا وهو الذي خاطبه الوحي الأول على النحو التالي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيها المؤمنون الأعزاء إنه وفقا لديننا الإسلامي الجليل لا يمكن الفصل بين الإيمان والأخلاق وبين العبادة والأدب وبين العلم والحكمة وكما أن المسجد هو مركز الحياة وقلب البلد فإنه في الوقت نفسه بيت للعلم والهداية وإن مساجدنا التي نظهر فيها طاعاتنا لرب العالمين سبحانه وتعالى
من شأنها أن تصل بنا إلى حس الوحدة وتأخذنا إلى روح الاتحاد والأخوة تحت القباب ذاتها، كما أن المآذن التاعية للتوحيد وأصوات الأذان التاعية للعبادة ترسخ إيماننا وتثبت فينا الأمل. ولا شك أننا نسجد ونتعبد ونمكث في المساجد من أجل نيل رضا الحق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وأختتم خطبتي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها.